ودلوقتي هنعمل مع بعض وصفتنا الثالثة وهي الوربات. الوربات بتاعتنا عشان نعملها طبعا عايزين جلاش. ادي عجينة الجلاش عندنا، يا زبدة يا سمنة، بس بفضل زبدة في الوصفة دي. ونسيحها، وعايزين قشطة. يا بتعملوا القشطة بتاعتنا اللي عملناها من كام يوم، يا بتجيبوا قشطة بلدي. عايزين شربات طبعا، وعايزين فستق للتزيين. هناخد بقى دلوقتي الجلاش بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده، وهحطه هنا. طيب احنا مفروض ان احنا هنعمل كل الجلاش اللي عندنا ده، بس انا هاخد نصها كده مثلا ونشيلها. طيب هناخد بقى الجزء اللي عندنا ده، النص، احنا خدنا النص وسبنا النص. هنبتدي نشوف هنعمل ايه. هناخد ده هخليه كده، وهاخد ورقة ورقة. اول ورقة بحطها قدامي كده وهدهنها بالزبدة. هندهن كل الطبقات بالشكل ده لغاية ما تخلص عندي كل أوراق الجلاش. ادي أول واحدة ادي، تاني واحدة بس لازقة شوية، نحاول ما نقطعهاش. نحاول يعني، ونجحنا. وهناخدها نحطها فوقها بالظبط، ونكرر نفس العملية. نحط الزبدة اهي، نحط برضو الزبدة هنا كده، ونفضل كده بقى لغاية ما نخلص الكمية اللي عندنا كلها. ناخد بقى دي آخر راقة ونحطها كده هنا بهذا الشكل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب سكينة وهنقطع الوربات بتاعتنا يعني تقريبا بالمقاس ده، شايفين؟ هنعمل ايه تاني؟ هناخد كل قطعة، شوفوا بقى ازاي الطريقة، هناخدها كده ونعملها بالشكل ده كده اهو، شايفين؟ كده عملتها كده، بروح قطعها واخد دي كده واروح قطعها، ونفضل بقى هكذا لغاية ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. شوفوا اسهل من كده مفيش. حابين انكم تحطوا كل الطبقات يعني كل اللفة بتاعت الجلاش، انا اسمها اتنين بس، لو انتوا حابين انكم تحطوها كلها وتبقى يعني هشة كده وكبيرة بينفع. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الشعبيات بتاعتنا دي وهنحطها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تحمر. بس آخر حاجة بنعملها ايه؟ قبل ما ندخلها الفرن باخد تاني من الزبدة اللي عندنا وبدهن الوش بتاعها كله بالزبدة بالشكل ده، تمام؟ بدهن الوش بالزبدة، بدخلها الفرن درجة حرارة 180 لغاية ما تحمر. حسيت انها من تحت احمرت ومن فوق لسه ما احمرتش، بطفي النار من تحت وولع الشواية، بس عيني عليها لغاية ما تحمر ويبقى لونها جميل. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ خليني اشيل دول بس دلوقتي، الفها واشيلها. بعد كده ده بيكون شكلها لما بتطلع من الفرن، باخدها بفتحها كده، شايفين؟ بفتحها شوية كده اهي كده، بجيب معلقة، باخد القشطة بتاعتنا وببتدي احشي بيها قشطة، بحشي بيها الشعبيات بتاعتنا كده اهو بهذا الشكل. وبعدين بنروح حاطين لها فستق في الجنب.
الجناب كده. ممكن تستغنوا عن الحركة دي، مش لازم، بس هي بيتحط لها يعني كده اهو. وتحطوا لها الشربات على الوش وخلاص.